مساء الخير أصدقائنا ومتابعينا الأعزاء، أنتم مع عرارات السياحة من أمام نصب أرمينيا الأم في يريفان. اليوم يصادف الذكرى 26 لتحرير مدينة شوشي، ويصادف أيضا يوم نصر قوات التحالف على ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية. أود أن أذكركم بأنه أرمينيا كانت إحدى دول الاتحاد السوفيتي ولمدة 70 عاما، من عام 1920 ولغاية عام 1990 حين تفككت الاتحاد السوفيتي واستقلت أرمينيا. من الصباح الباكر استعراض عسكري في هذه المنطقة بحضور رئيس الجمهورية السيد أرمين ساركيسيان وهيئات دبلوماسية والحفلة تستمر والاحتفالية تستمر، وكما وعدناكم أن ننقل لكم جوانب من الاحتفالية وحسب المستطاع. هذا النصب هو نصب أرمينيا الأم في عام 1950 كان بدل هذا النصب واقف نصب جوزيف ستالين، لكن في حينه ثار الشعب وطلب تغيير النصب بنصب آخر. أثناء المظاهرات كانت الضحايا من الجرحى وقتل فيه أحد الجنود أو أحد الشرطة، وتم تبديل النصب بهذا النصب استجابة لطلبات الشعب. والبارحة نظرا لطلبات الشعب تم تغيير رئيس الوزراء وبثورة بيضاء مخملية سميت بثورة الحب والتضامن. هذا النصب يدخل في ضمن برنامجنا السياحية جولة المدينة، وهنا معروض إذا تشاهدون بعض الأسلحة التي استخدمت خلال الحرب العالمية الثانية ضد قوات الألمانية. وهنا أمامنا أكاليد الزهور التي وضعت من قبل رئيس الجمهورية والسادة الضيوف، وخلفها الشعلة الأزلية. سواحنا معظمهم زاروا هذه المنطقة وهذه هي الشعلة الأزلية. ومن هذه المنطقة سأقترب أكثر، يمكنكم مشاهدة مدينة يريفان، وفي الأفق وبحضور واضح لجبل عرارات بقمتيها سيس وماسيس. هذه مدينة يريفان وأمامي
قمة جبل ماسيس، القمة التي رست عليها سفينة النبي نوح عليه السلام. في الأيام الماضية استلم العديد من الاتصالات من الذين يرغبون لزيارة أرمينيا، وللأسف الشديد الأكثرية أو الكثير منهم ألغوا حجوزاتهم خوفا من الاضطرابات. للأسف الشديد أقول، صدقوني البارحة كان يوم تاريخي، يعني اللي ما حضر أرمينيا البارحة عمره خسارة. أعتقد نشر التقارير، عدة تقارير على اليوتيوب وعلى صفحتنا على الفيسبوك، يمكنكم أن تتابعونه. كان يوما تاريخيا.